بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. خريسوس انستي كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني انا حابب النهارده اتكلم معاكم على سر من اسرار الكنيسه، وهو سر التوبه والاعتراف. سر التوبه والاعتراف. عندنا مجموعه من الاسئله. السؤال الاول، مين اللي اسس السر ده؟ وإيه لازمة وجود أبونا في السر ده؟ بيعمل إيه؟ وبعدين ليه في ناس رغم أن السر ده مهم واسمه سر التوبة والاعتراف، إلا أنه في ناس بتنمو روحيا وبتتغير وبتمشي في سكة ربنا، وفي ناس تانية الحقيقة يعني بتبعد تماما ومش بتستفيد بالسر، يعني مع الوقت ما بيقدرش يستفيد بهذا السر وبينمو في علاقته بربنا. لأنه أي سر جوه الكنيسة هدفه الأساسي أن احنا نقرب للمسيح وأن احنا نتغير. طبعا اللي أسس سر التوبة والاعتراف هو رب المجد يسوع المسيح، لما يقول الكتاب كده أنه نفخ في وجه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. إدى للتلاميذ عطية وموهبة وعمل الروح القدس وقال لهم من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. يعني إيه؟ يعني إدى للتلاميذ سلطان الكهنوت، إنه يبقى عندهم سلطان اسمه سلطان الكهنوت أو خدمة الكهنوت، بحيث لو شاف إنسان تايب بيديله الحل. يعني يديله الحل؟ يعني يقول له مغفورة ليه خطاياك على دم المسيح. طبعا اللي بيغفر الخطايا هو دم المسيح. أبونا شخص غلبان بياخد الخدمة دي بعمل الروح القدس، وأبونا نفسه بيروح يعترف. أب الاعتراف نفسه، أي أب كاهن وأي أب أسقف وأي أب مطران وحتى الأب البطرك ليه إيه؟ ليه أب اعتراف. فأول شيء اللي أسس سر التوبة والاعتراف هو رب المجد يسوع المسيح، وقال لهم كده ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون إيه؟ محلولا في السماء. يعني إيه؟ يعني أنتوا عندكم سلطان، والسلطان ده مشروط في الحقيقة. الآباء يقولوا تأمل حلو قوي، يقول لك أبونا لما بيدي حل يدي حل لربنا في السماء بيحله. يعني إيه؟ يعني أبونا مش بتصرف بمزاجه، انت دمك خفيف وانا بستلطفك فهديك حل لانك حبيبي، ولو في واحد تاني مضايقني هقول له ايه؟ ممنوع. لا، مش بمزاج ابونا. الحقيقه ابونا هيدي حل للحاجات اللي ربنا مديها ايه؟ حل موافق عليها، وهيربط ويقول لا للحاجات اللي ربنا ايه؟ بيقول عليها لا. فعشان كده ما ينفعش مثلا اروح لابونا واقول له بص يا ابونا انا المدير بتاعي في الشغل بيقول لي اكذب. طب انت عايز ابونا يقول لك ايه؟ الله يحلك يعني يكذب؟ مش هيعرف ومش هيقدر ومش هيجرؤ. ليه؟ لأنه ما يقدرش يحل حاجة غلط. الكذب خطية، ولا كذبون يدخلون ملكوت السماوات، وبالتالي هو إيه؟ مش هيوافق على الكلام ده. فعلشان كده الحل والربط اللي بيعمله أبونا في سر التوبة والاعتراف مرتبط بإيه؟ بوصايا وتعاليم المسيح. اللي بيوافق عليه ربنا بيوافق عليه أبونا، واللي بيرفضوا ربنا بيرفضوا إيه؟ أبونا. يبقى أول حاجة اللي أسس السر هو رب المجد يسوع المسيح. والحقيقة سفر الأعمال لصحة 19 آية 18، يا ليت لما تروحوا تقروا الآية دي، أعمال 19-18، إنه الكنيسة الأولى كانت بتمارس هذا السر. ففي أعمال 19-18 يقول الكتاب إيه؟ سفر أعمال الرسل، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون إلى الكنيسة طبعا مقرين بإيه؟ بأفعالهم وأخطائهم وإلى آخره. الناس كان زمان بتعترف إزاي؟ كانوا يروحوا يعترفوا قدام الكنيسة، وأبونا بالسلطان اللي ربنا مدهوله بيديله الحل، أو لقدر الله لو ما كانش تايب بيقول له إيه؟ ما أقدرش، مش موافق على اللي أنت بتعمله ده. فكان الاعتراف زمان يعني على الهوى كده مباشرة، وكان أبونا دوره مهم في أنه يدي الحل. وإلا لو كان القصة كل واحد منه ربنا بس،
كانوا ليه؟ وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون إيه؟ مقرين بأفعالهم. ليه؟ لو كانت القصة قصة الواحد منه ربنا فقط، طب كانوا بيروحوا الكنيسة ليه؟ وأعداد كبيرة عشان تقر بإيه؟ بأفعالهم. والحقيقة سر التوبة والاعتراف سر مارسته الكنيسة منذ القديم، وقديسين عظام في القرن الثاني الميلادي والثالث الميلادي لما بنيجي نقرأ سيرهم وتوبتهم، واحد زي مثلا القوي الأنبا موسى الأسود، تلاقي هو مين أب اعترافه؟ القس إيسيزوروس. يعني تاريخيا معروف أن الأب الاعتراف والمرشد بتاعه مين؟ القس إيسيزوروس. ومعروف هو تاب إزاي واعترف إزاي، مش كده؟ أنه تاب وقف قدام الناس يقر في الدير بخطاياه، وظهرت ساعتها رؤية لكتير من الناس أنه لوح أسود كده كل ما الأنبا موسى بيقول خطية بيتمسح ويتحول إلى إيه؟ إلى لون أبيض، لغاية ما خلص اللوح الأسود ده بقى كله أبيض وخد الحل علشان يبتدي بداية جديدة. يعني على مستوى الكنيسة الأولى في القرون الأولى كان في سر التوبة والاعتراف ولا ما كانش فيه؟ ولا كل واحد يروح يعترف منه لنفسه كده؟ لا لا. بعض الناس ساعات يسألونا سؤال، هو ليه أنا لازم أروح لأبونا؟ والسؤال الثاني، هو أنا لو رحت لربنا مني لربنا ربنا يرفض؟ خلي بالكم الاعتراف أو سر التوبة والاعتراف ثلاث قعدات مش قعدة واحدة. أولا تقعد مع نفسك، التعبير اللي اتقال على الابن الضال أنه راجع إلى إيه؟ يقعد الإنسان مع نفسه يشوف أخطائه ويشوف حاسب نفسه يعني. وبعدين القعدة الثانية مع الله، ثاني يروح يقعد مع ربنا ويقول له زي ما قال المزمور كده، لك وحدك إيه؟ أخطأت والشر قدامك صنع. فهو سر التوبة والاعتراف ما بيلغيش القعدة مع ربنا، ده القعدة نمرة اتنين تبقى مع ربنا، والقعدة نمرة تلاتة في حضرة أب الاعتراف وفي وجود ربنا برضو الروح القدس. فخلي بال حضراتكم فكرة أيهما أحسن، أروح مني لربنا ولا روح مني لابونا؟ هو مين قال لك انك بتروح منك لابونا لوحده؟ اولا ابونا مع الروح القدس اللي في السر، فانت قاعد في حضره ربنا في وجود ابونا. ثانيا قبل ما بتقعد مع ابونا لازم تقعد مع مين؟ مع ربنا. وقبل ما تقعد مع ربنا لازم تقعد مع مين؟ مع نفسك. فانت بتقعد ثلاث قعدات يا حبيبي، مش بتقعد قاعده مع ابونا وخلاص. ولو انت فاهم كده تبقى انت مش فاهم السر. السر اسمه التوبه، بقعد مع نفسي حاسب نفسي، بروح لربنا واعتذر، وبعدين الاعتراف لما اروح اقعد مع ابونا في المكتب ويبقى الروح القدس موجود فين؟ في القعده. ليه لازم ابونا؟ عشان نبقى مركزين، ابونا ليه اربع ادوار مهمين. الدور الاول انه يطمن انك تايب. يعني ايه يطمن انك تايب؟ يعني انا بروح ربنا اقول له سامحني، طب أنا ببقى عارف إن أنا تايب ولا لأ؟ غالبيتنا نقول إيه؟ طبعاً يا أبونا تايبين. بس الحقيقة الكتاب المقدس يقول لنا اتنين خير من إيه؟ من واحد. يعني لما يبقى معاك أبونا هيعرف إنك تايب ولا لأ؟ بتحاول ولا لأ؟ هو قاعد معاك وإنت بقيت ابنه أو بنته في الاعتراف، فعارف بنعمل إيه؟ كل واحد فينا لما تكلمه عن نفسه، أنت لما بتروح تعتذر لربنا بتبقى تايب فعلاً؟ يقول لك آه. بس أبونا الحقيقة وده براك بقى يعرف. أنا فاكر في مرة أحد الأباء بيحكي لنا قصة عجيبة، إنه جاله شاب وكان يوم خميس يعني، وبيحكي له بعض الخطايا. طبعاً هو أبونا بيقول كلام عام، إحنا لا عارفين الشاب ولا عارفين حاجة يعني، فبيقول كلام عام يعني. فالشاب بيقول خطايا شبابية، بشرب، مش الحاجات اللي هي بيقع فيها بعض الشباب يعني. وبعدين أبونا عايز يدي الولد إرشاد ويحذره من خطورة الخطية، فلقى الولد مستعجل. قال له حبيبي طب ممكن تهدى؟ يعني مفروض ابونا هو اللي يبقى مستعجل عشان الزحمه، انت مستعجل ليه؟ قال ابونا اصل اخطيت، ورايا خروجه مع اصحابي بعد الاعتراف، النهارده الخميس بقى واحنا كل خميس بنخرج ننبسط. قال له تنبسط يعني تعمل ايه؟ قال له يا ابونا ما انت فاهم بقى الشباب. قال له حبيبي انت جاي تعترف بالخطايا وبعد ما تخلص اعتراف رايح تعملها؟ قال له ما انا هاجي لقدسك تاني. قال له انت كده قلقتني، انا مش هديك حل اولاني عشان تعرف تجي لي ايه تاني. فاهمين الاحساس؟ زي بعض الأشخاص ساعات يبقى رايح يعترف يقول لك أنا رايح لأبونا بعد بكرة، أعمل بقى اللي أنا عايزه. لا، أعمل معروف. الخطية دي أجرتها إيه؟ موت، ودفع ثمنها المسيح على الصليب. وبالتالي أبونا هنا
بيبقى أول دور ليه أنه يطمن أن الشخص ده إيه؟ تايب وبيحاول. إنما أنا وحضراتكم ساعات بقى إيه؟ بنقول إحنا تايبين وبنحاول وده مش واقع، ساعات يبقى مضحوك علينا من نفسنا. حاجة تانية اللي بيعملها أبونا الإرشاد. يعني إيه الإرشاد؟ يعني الإنسان اللي بيقع في أخطاء محتاج حد يرشده، والكنيسة وباء الكنيسة يعلمونا أن الذين بلا مرشد إيه؟ يسقطون كأوراق الشجر. كل واحد فينا أحبائي محتاج إرشاد. واحد يقول لك طب ما أنا الكتاب المقدس بيرشدني، ماشي، روح ربنا اللي جوايا بيرشدني، ماشي، لكن كمان أب الاعتراف إيه؟ بيرشدك. فدور أب الاعتراف هنا مهم أحبائي، إنه يقول لك أنت عصبي، طب إيه رأيك ناخد تدريب معين، نصلي بطريقة معينة، إيه رأيك طيب لما تتعصب تحاول تبعد لما تهدى وبعدين تبقى ترجع تتكلم، إيه رأيك نعمل 10 مطنيات ونقول يا رب وسع القلب. هنا أبونا دوره إيه أحبائي؟ إرشاد. هتقول لي طب ما أنا عارف والروح القدس هيحركني. حبيبي الروح القدس يحركك دي سامحني من تشبولس الرسول، سامحني يعني اتضع، يعني بعض الأشخاص ساعات تقول له إيه، هو أنت ليه مش عايز تاخد إرشاد من حد؟ يقول لك فين أيام زمان لما كان الأب الاعتراف والأب المرشد العظيم الأم أنطونيوس أو أبو مقار. طبعا اللي عايز يدور على أبو مقار والأم أنطونيوس ده هو متخيل نفسه البابا أثناسيوس، مش كده ولا إيه؟ يعني هو جواه قناعته عن نفسه إيه؟ أنا البابا أثناسيوس، فعايز أعترف عند مين؟ عند الأم. لو الأم أنطونيوس مش موجود أنا مش أعترف، ده اسم الصليب على إنك يعني البابا أثناسيوس. يا حبيبي أب اعترافك غلبان وأنت كمان غلبان، وعشان كده الروح القدس هو اللي بيشتغل في السر. فاتضع اعمل معروف، بلاش الكبرياء ده، بلاش فكرة هو أبونا هيديني إرشاد إيه؟ ما أنا بقرأ الكتاب المقدس وجايز بوعظ وجايز. لا يا حبيبي، أنت لو مصلي بضمير قبل ما تخش لأبونا وتقول له اتكلم يا رب على لسان أبونا، الروح القدس هيتكلم وهيقول كلام يفيدك جدا ويغير حاجات في حياتك. يبقى الدور الأول لأبونا إنه يطمن إنك إيه؟ تايب. الدور الثاني لأبونا إنه يعمل إيه؟ يدي إرشاد. الدور الثالث أو الوظيفة الثالثة لأبونا الحل. ما هو مين اللي أسس السر؟ المسيح. والمسيح قال كده للأباء الكهنة والأباء الرسل، من غفرتم لهم خطاياهم إيه؟ فأبونا بيجي في الآخر يحط الصليب على دماغ المعترف وتنقل خطايا بعمل الروح القدس على دم مين؟ المسيح. اللي بيغفر الخطايا هو دم المسيح، لكن مين اللي بيستدعي العمل ده؟ أبونا لما يطمن إنك تايب ولما يديك إرشاد. أيضا دور مهم إنه أبونا مع الوقت يبقى زي الأب. والحقيقة الواحد بيبقى محظوظ إنه ممكن يبقى عنده أب جسدي وعنده أب إيه؟ الأبوة دي مهمة في كنيستنا يا جماعة، اوعوا حد فينا يخسرها. هتقولي ما في بعض الآباء مشغولين، في بعض الآباء ما عملوش معنا كويس، كون إن في بعض المشاكل مش معنى كده إن إحنا نلغي الإيه؟ نلغي السر. طب ما سامحوني أبانا الذي، ودي الصلاة الربانية، مش المسيح قال كده متى صليتم فقولوا إيه؟ هو كل الناس بتصليها بتركيز ولا في ناس ممكن تنسى؟ طب ما أنت لو بتنسى تصليها بتركيز يبقى ما تصليهاش بقى، هل ده منطق؟ لا، كون إن الحاجة ساعات الواحد بيمارسها بطريقة غلط مش معنى كده إن إحنا إيه؟ نلغيها. خصوصا إن أب اعترافك أنت بتختاره بإرادتك. في واحد يختار أبونا الحازم لأنه بيحب يكون حد يشد عليه، وفي واحد يختار أبونا اللي بيشجع وبيطبطب، وفي واحد بيختار أبونا اللي في النص، وفي واحد، فمين قصدي؟ أنت بتختار أب اعترافك براحتك، وبالتالي محدش بيجبرك عليه. عشان كده مهم قوي تفهم أنه من خلال سر التوبة والاعتراف بيبقى فيه أبوة. أنا فاكر كويس قوي وأنا خادم في أسرة ثانوي عندنا في كنيسة هنا، كنت بقول كلمة في القاعة لشباب وشابات ثانوي، وكان الموضوع عن الكنيسة الأرثوذكسية وحلاوتها، إيه الحاجات الحلوة اللي في الكنيسة، والظهر سخنت يعني في الوعظة سخنت. بعد ما خلصت لقيت بنت من البنات خارجة بتجري وراي تقول لي يا أستاذ فلان عايز أقول لك على حاجة. تفضلي. قالت لي أنا مش مقتنعة بولا حاجة من اللي أنت قلتها. قلت لها الله يعوضك وربنا يخليك لينا وتعيشي وتشجعينا. قالت لي لا صحيح مش عايزك تهزر، أنا فعلا ولا حاجة من الحاجات دي مصدقاها. أنت عارف إيه الميزة اللي عندكم؟ طبعا أول ما قالت اللي عندكم فهمت إنها مش بتحضر عندنا يعني. قلت لها إيه الميزة اللي عندنا؟ قالت الأبوة بتاعت الكهنوت والاعتراف دي ميزة الحقيقة إحنا مفتقدينها.
احنا محتاجين فعلا يبقى في ابوه وفي ارشاد وفي ابونا بيتابعنا، او بلاش بيتابعنا، كلنا مقصرين وانا قبل اي حد، لكن على الاقل لما بنقعد معاه بنسمع وبنرتاح وبناخد ارشاد، في علاقه كويسه، بنشعر ان ده ابونا يعني، واحنا محتاجين الاب. فالحقيقه الابوه شيء مهم في هذا السر. يبقى قلنا ابونا قاعد بيعمل كام حاجه؟ اربعه. اولا يطمن ان حضرتك او حضرتك طيبين. ثانيا يدي ارشاد، ارشاد في علاقتنا الخاصه بربنا، يدي نظام او ارشاد في التعامل مع ايه؟ مع الخطايا. والحاجه الثالثه ان ابونا بيدي السلطان بتاع الحل، فتنقل خطاياك وخطاياي على دم المسيح. والحقيقه ابونا مش بيعمل ده بمزاجه، ابونا هيحل اللي ربنا بيحله، وهيقول لا على اللي ابونا بيقول عليه ايه؟ لا. فلو النهارده اب اعترافك جه في حته وقال لا، ارجوك ما تقوحش جامد يعني، لان ده معناه انه ربنا بيقول ايه؟ لا. والنقطه الرابعه والاخيره ان ابونا ده مع الوقت يبقى ابوك الروحي، ومركز ومهتم، وانت عارفه وهو عارفك الى اخره. طيب السؤال بقى، ليه سر التوبه والاعتراف رغم انه اثر في ناس كتير واحنا بنشوف ده بعينينا؟ ياما ناس يا احبائي كانوا جايين بعيد تماما عن ربنا وبيقعوا في خطايا صعبه، ومع التوبه والاعتراف ربنا اشتغل معاهم وغيرهم وبقوا فعلا ناس ماشيه في طريق القداسه. وفي ناس تانيه مش بتستفيد، بيتعامل مع سر التوبه والاعتراف بعدم اهتمام، يعني حس انه مش بيتغير، اللي بيقوله هو هو، وساعات مع الوقت بيزيد، وساعات يروح ويفرح ان ابونا اداله الحل ويطلع مبسوط، وكلها يومين ثلاثه ويرجع ايه؟ يعيد القصه. ايه الاسباب؟ هي في اسباب كتير. السبب الاول يا احبائي انه الانسان قبل ما يروح يعترف ما بيقعدش مع نفسه. احنا اتفقنا ان في كم قعده؟ ثلاثه. سر اسمه سر التوبه ثم الاعتراف. يجي واحد يقول لك يعني انا لو ما توبتش ما اروحش اعترف؟ لا، اروح بس قول لابونا انا مش تايب عشان يتفاهم معاك يعني. لكن لازم الانسان قبل ما يروح يعترف يقعد مع ايه؟ مع نفسه. كلنا شفنا الابن الضال في مثل الابن الضال، انه قبل ما يقعد مع نفسه كل افعاله كانت كارثيه، كل افعاله كانت افعال شخص ضال، لكن لما قعد مع نفسه لا، كل افعاله بعد كده كانت افعال ايه؟ جيد. قال لك الآن أقوم وأذهب وأقول له خليني عندك يا أبويا خدام، رجع فقل نفسه. عشان كده أرجوكم قبل ما تقعد مع أبونا أقعد مع نفسك، وده بيبان قوي. بعض الأشخاص ساعات يبقى داخل يعترف هو مش قاعد مع نفسه. واحد يقول لي طب بتعرفها إزاي يا أبونا؟ أقول لكم إزاي. تيجي بعض الأحيان في بعض الناس تعرفش تتكلم، يعني بيحتاج أبونا اللي يسأله، ما جراش حاجة أبونا يسأله، بس ساعات تسأل واحد تقول له إيه؟ حبيبي أنت كدبت؟ ما بنسأل، ما هو مش عارف. يقول لك بص يا أبونا مش فاكر، احسبها. تقول له يعني إيه احسبها؟ يعني مش فاهمها دي، احسب يعني أنا أقول ربنا إيه في الحل؟ يعني وأنا بقول إن كنا أخطأنا ليك أقول له احسبها له، يعني أعملها له، أكلم ربنا إزاي في الوضع ده؟ ما هو أنت يا كدبت يا ما كدبتش، لكن فكرة احسبها يا أبونا دي فكرة محتاجة إيه؟ تفهم على طول إنه إيه؟ ما عادش مع نفسه. ما عادش مع نفسه أصلا. ما عادش مع ربنا، هو مش فاكر إنه وقع في الخطية دي أو لأ، وبالتالي ده معناه إنه ما عادش مع نفسه. بعض الأشخاص ساعات تيجي تسأله يقول لك لأ، يعني أنا مرة قعدت مع شخص فترة طويلة كده في كذب، يقول لك لا يا أبونا ما بخافش من حد. طب نشكر ربنا حبيبي. طب في شهوات، يقول لك يا ابونا شعر ابيض، شهوات ايه؟ الكلام ده من 30 سنه. طب يا حبيبي انا بقى بعيد، كل ما اقول له على خطيه يقول لي ايه؟ لا لا. طب كان نفسي اساله سؤال، طب هو جاي ليه؟ يعني طب احرجت ما قدرتش اقول له كده، بس الحقيقه ده معناه انه برضه ما عادش مع نفسه، مش معناه انه ما بيغلطش. هو كلنا الجميع زاغ وفسد، ومش كده؟ كلنا تحت الضعف ولينا اخطاء، لكن هو في الغالب ايه؟ ما عادش مع نفسه. أول شيء يبوظ سر التوبة والاعتراف إن أنا ما بقعدش مع نفسي، ما بحاسبش نفسي. تبان برضو في التبرير. يعني إيه تبان في التبرير؟ يعني بقى أشخاص يجي يقعد مع أبونا عايز يثبت حالة، زي الاسم كده، تروح الاسم تثبت حالة. يعني إيه؟ يقول لك يا أبونا أنا بتخانق مع بابا وزعق وساعات نمد إيدينا على بعض، ليه؟ أصل بابا ده بخيل. طيب وبعدين ماما ساعات ازق كده يا ابني، يقول لك مش تربويه، مش تربويه،
يعني مش تربويه، ملاش علاقه بعلم النفس ولا التربيه، بتعرفش تربي ولا بتعرف تتعامل. اما بقى اخويا الصغير انا بضربه تقريبا كل اسبوع مرتين ثلاثه. ليه يا حبيبي؟ يقول لك بس احكي لك يا ابونا، اصل هو جه على كبر، كان بابا وماما عجزوا فعصايتهم ضعفت، فانا قال يعني هو كده متربي يعني. انا قررت ان انا اعمل ايه؟ زي ما هم ربوني انا كمان اعمل ايه؟ اربيه. يبقى خلي بالك هو قال ايه؟ بابا بخيل وماما مش تربويه واخوه مش متربي. طب وهو ما جابش سيره نفسه، تفهم ايه؟ ده قعد مع نفسه وشاف خطايا ولا ما عادش؟ ده على طول قاعد بيبرر نفسه، مش كده ولا ايه؟ فبابا هيجي يقول انا راجل بخيل ويعترف ببخل، وماما هتقول انا مش تربويه، والواد الصغير هيقول انا مش متربي. طب حضرتك جاي ليه؟ ما دي برضو اسئله مهمه. يبقى خلي بال حضراتكم، اول شيء يبوظ سر التوبه والاعتراف ان انا وحضراتكم لا بنقعد مع نفسنا ولا بنعتذر لربنا، مش كده؟ يبقى السر الاول اسمه سر التوبه ثم الاعتراف. ايه كمان يبوظ السر؟ ساعات ندخل كلام في وسط، انا عايزكم تفهموني صح يعني. يعني انا في قعدتي مع اب اعترافي وارد يبقى عندي مشكله واتكلم فيها معاه، وارد يبقى عندي موضوع عاطفي عايز اخد رايه فيه، وارد يبقى عندي مشاكل زوجيه عايز، اوكي كل ده ممكن، لكن لازم افرق ما بين انا جاي اعترف ولا جاي اتكلم في امور عاطفيه ولا جاي اتكلم في امور معايا حضراتكم. بعض الاشخاص ساعات يدخل الامور في بعض، يعني في اشخاص يقعد يحكي لك حكايه يقول لك انا صحيت الصبح. طب ما كلنا بنصحى الصبح، يعني ما فيش حد، غالبيتنا بنصحى الصبح، وبعدين كلمت مع ماما قلت لها اعملي نسكافيه، ودخلت اغسل وشي ورحت راجع لقيت عملت النسكافيه من غير سكر، رحت رامي الكوبايه كاسر النسكافيه. ما تقول عصبي، ما تقول انا عصبي يا ابونا، ايه رايك؟ ما نختصر، مش عشان حاجة أكتر من إنه أنت بتتوه أبونا كده، أبونا بيبقى مش فاهم إيه جدوى إنك تحكي قصة عشان في الآخر تقول رميت الكوباية وكسرتها. ما تقول أنا عصبي، وبعدين بلاش أنا عصبي مع ماما وعصبي مع مراتي وعصبي في ما عصبي يعني عصبي. إحنا عايزين نعرف عندنا خطية وعايزين نقدم عنها توبة. فأرجوك خليك مركز، أنبسط جدا بقى أنا وأفرح قوي بالشخص اللي داخل كاتب خطاياه. تحس إن ده قاعد مع نفسه وقعد مع ربنا ومحدد في خطيه عصبيه، في خطيه نرفزه، في خليك محدد علشان ابونا كمان في الارشاد يبقى ايه؟ محدد، ويبقى عنده وقت يديك قانون ويديك تدريب ويديك نظام. كل دي نقط مهمه. كل ما بتكون طب يعني انا لو عندي مشكله وعايز اخد راي ابونا ما اخدش راي ابونا؟ لا، خلص الاعتراف وخد الارشاد وقول لابونا في موضوع بس في حد يعني في مشكله كده مع حد عايز اخد راي قدسك فيها. ده مش غلط وما فيهوش مشكله، يعني انا مش عايز حد يتشكك ان ده ابويا في الاخر، ما احنا اتفقنا ده مفروض ابويا الروحي. لكن ساعات ندخل ده في ده لدرجه بعض الناس ساعات تيجي تتكلم في مشاكلها بس وكانه ابونا بيحل المشاكل فقط، ده دوره، مش كانه اب اعتراف انا جاي اتوب وجاي اعترف وعندي خطايا نتيجتها موت وجاي أتوب عنه. حضراتكم فاهمين قصدي؟ يبقى كل ما تبقى محدد كل ما يكون الكلام ده كويس. برضو من ضمن الحاجات اللي تأثر في سر التوبة والاعتراف عدم الانتظام. عدم الانتظام، احنا قلنا أول حاجة اللي تأثر في التوبة والاعتراف إن أنا مش قاعد مع نفسي، ما أعرفش إيه خطايا، مش محاسب نفسي ولا بعتذر لله ولا قاعد مع الله. والنقطة التانية إن أنا أبقى مش محدد، مش كاتب ومش عارف أنا غلطان في إيه، وفي نفس الوقت مش بقوله بتركيز بدل ما توه أبونا عن الإرشاد وعن النظام اللي أنا محتاجه منه كقانون روحي. النقطة التالتة إن ممكن أكون مش منتظم. في ناس تزعل أو يقول لك أنا رحت لأبونا ما عارفش اسمي. معلش طبعا كلنا غلطانين وأسفين وبنعتذر. طب أنت بتروح له كل قد إيه؟ يقول لك صدقني يا أبونا كل ليلة أبو غلمسيس. انا ما يعديش ليله ابو غلامسيس غير لما اكون اعترفت. هو متخيل كده انه انجز يعني ان بيروح الاعتراف مره كل ايه؟ واصلا الناس تبقى نايمه يعني في ليله ابو غلامسيس جمعه العظيمه وسبت النور، فانت رايح لابونا كمان في وقت ايه يعني كريتيكال، وتزعل قوي كان المفروض كل ما تروح لابونا في ليله ابو غلامسيس يظهر له ملاك الرب قبل ما تخش يقول له داخل لك مينا. مش هيحصل كده يعني، مش هنشغل ملاك الرب في انه يقول لك المعترف اللي بيجي لك كل سنه مره ده اسمه مينا. فارجوك انتظم، يعني الاعتراف كل شهرين كل شهر ونص
كل 3 أشهر، لكن يبقى في انتظام تروح لابونا في السنة 5-6 مرات، يبقى عارفك وعارف مشاكلك وعارف دماغك، وانت كمان عارف ابونا. ودي نقطة مهمة عشان تزود الأبوة والإرشاد. لكن أنا بروح لأبونا كل 2-3 مرات، أو أروح له يوم ما عاوز ورقة خلوة الموانع عشان أتجوز، أو أروح له علشان متقدم لواحدة فهيسأله عليا فبقاش المنظر محرج. إيه الكلام ده؟ إزاي الكلام ده يعني؟ يعني ما ينفعش الحقيقة. وبالتالي دي نقطة مهمة أحبائي، من ضمن الحاجات اللي تخلي سر التوبة والاعتراف مش عارفين نستفيد منه، إن إحنا نروح كل فين وفين، كل فين وفين. برضو من ضمن النقط اللي بتخلي سر التوبة والاعتراف مش مستفاد منه، ودي نقطة خطيرة، إن أنا ساعات ببقى عنيد وعايز أبونا يقول اللي أنا عايزه. تعرفين في بعض الأشخاص ساعات تحس كده، وربنا يسامحنا، جايز ده يكون إحنا مع الوقت ضميرنا باظت يعني، لكن في بعض الأشخاص يقعد معاه تحس إنه عايز يوجهك في إرشاد معين. يعني تجيلي واحدة مثلا تقول لي إيه، أخويا وعمل وسوى، أرفع عليه قضية؟ طب يا بنتي هو الورث إيه؟ ما أرفع عليه قضية، عايزنا في الآخر إيه؟ أبونا قال ارفع عليه قضية. طب ما نفهم، طب نتناقش، طب في خطوات ما قبل القضية. يقول لك لا يا أبونا ده طول عمره، وتحكي لي بقى قصة تاريخ هو عيل صغير وكان بيتشاء وبيترفض في المدرسة. أيوة زي بعيد عن موضوع القضية. تقول لك آه بس هي لازم تحطك في جو عشان في الآخر تقول لها إيه، يا بنتي اعملي اللي أنت عايزاه. لا الحقيقة، أنت رايح تسمع صوت ربنا اللي هيقوله على لسان أبونا، ولا عايز تسمع صوتك؟ تعرفين الشباب دمهم خفيف، يقولوا على مبنى الكهنة عندنا الكهنة مول. ليه الكهنة مول؟ عارفين المولات؟ المولات المحلات اللي فيها محلات البيع. ليه الكهنة مول؟ اسم الصليب فيه عدد كبير من الكهنة، ربنا يزيده ويبارك. يقول لك لو حد ضايقك خش على جنبه على طول. انت عندك تحت اسم الصليب 9، وفي 2 في النص طيبين، وفي 8 فوق مش عارف ايه. اي حد ضايقك وقال لك ارشاد مش على مزاجك تعمل ايه؟ تتعب نفسك ليه؟ انت عندك اسم الصليب 18 ولا 18 اسم الصليب. اي واحد ضايق خش على جنبه، عبال ما تخلصهم دي فيها 15-16 سنة يعني. على فكره ده ملوش دعوه بالاعتراف والارشاد، ده اي حاجه غير انه يبقى اسمه ايه. ممكن في مره اختار اب اعتراف واتعب منه مع الوقت واغيره مع الوقت، لكن مش كل شويه غير واحد، مش كل شويه. بالذات لو انا مختار ابونا وحاسس ان انا مرتاح معاه بقالي سنين، ولقيته جه في موقف وقال لا ما ينفعش كده وده غلط، يبقى لازم اراجع حساباتي. يا جماعه خلي بالكم، الكتاب المقدس يقول لنا كده، هناك طرق تظهر للانسان على انها مستقيمه ولكن عاقبتها ايه؟ موت. ياما ناس خربت بيوت لانه مش عايز يسمع للكنيسه، ياما ناس عملت مشاكل ضخمه، وقع في مشاكل ضخمه وخسر. طبعا نشكر ربنا انه ابائنا مش بيجبروا حد على حاجه، لكن هو بينصحه بيقول له طب راجع، طب لو انا مش فاهم في القرار ده خد راي فلان ممكن يكون فاهم اكتر مني، مفيش مشكله في دي. لكن انت تبقى مصر انه انا مره، فاكر زمان في اول الكهنوت جات لي واحده انا ما اعرفهاش يعني، والحقيقه كانت بتاخد رايي في موضوع جوازها، لانها اول ما جات لي كانت مزرقه يعني تحت عينيها. فقول لها ايه يا ماما ده؟ قالت لي جوزي عصبي شوي. قلت لها لا ده مش عصبي، ده عصبي كتير. هو طب يعني، طيب ممكن تجيبه لي اتكلم معاه؟ قالت لي حاضر وبتاع، وصلي لي. فضلت كل شويه تجي لي من غير ما تجيب لي جوزها ده، وكل مره تقول لي ايه بس جوزي عصبي شوي. اخر مره قلت لها بقول لك ايه، الموضوع ما سكتش عليه، تجيبه لي النهارده، هيجي لي النهارده ان شاء الله واشوفه النهارده. فلما جه لقيته مزرق في نفس الاماكن، يعني الراجل واخد نفس الايه، الظهر دي كانت مصارعه حره يعني، ما كانش حد مفتري على حد. هي طبعا بتقنعني بايه؟ انها عيني الغلبانه، وان انا هبقى راجل زيه، هتعاطف معاها ولا معاه؟ ولا احنا كرجاله بنتعاطف؟ عارفين الدخله دي بتدخل علينا ساعات في الاعتراف. يا حبيبي لا، انت عايز توبه واعتراف وارشاد، ولا عايز تضحك على نفسك وتضحك على الروح القدس؟ انت في سر التوبه والاعتراف ده سر عمل روح قدس. وبالتالي ارجوك لو بتحكي موضوع خليك حقاني، قول اللي ليك وقول اللي عليك. لكن انا صحيت الصبح بقول لمراتي صباح الخير، راحت شتمتني. ازاي يعني؟ ده انت قلت لها حتى صباح الخير يعني ما تجاهلتهاش يعني، يمكن لو تجاهلتها نقول احتمال حساسه شويه وطلعت فيك بقى اي ضيق وزعل. لكن انت قلت لها صباح الخير يا ماما وباحترام، تشتمك؟ لا حصل حاجه. طبعا بيبقى حصل حاجه. عشان كده ارجوكم اللي يروح يعترف، يعترف باللي ليه واللي عليه. أنا خلصت بس حابب أراجع.
سر التوبة والاعتراف سر مهم جدا. كنيسة مارسته من زمان، والكتاب من الكنيسة الأولى، وشوفنا في سفر الأعمال أهو. وبالتالي دي نقطة مهمة. أرجوك افهم النبونة لأربع أدوار. الدور الأول إنه يطمن إنك تايب، الدور الثاني إنه يديك إرشاد في قانونك الروحي وفي خطاياك، والدور الثالث أو الوظيفة الثالثة إنه يديك الحل اللي ربنا أسسه لما قال للتلاميذ من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموه عليهم إيه؟ أمسكت. والدور الرابع إنه مع الوقت أو الوظيفة الرابعة يبقى أب ليك، مرشد ليك، يساعدك في حاجات كتير. ونشكر ربنا احنا محظوظين في كنيستنا ان عندنا اباء جسديين كانوا مؤثرين في حياتنا، واباء روحيين برضو اثروا فين؟ في حياتنا. واتفقنا انه في امور بتبوظ الاستفاده من السر. ان السر توبه ثم اعتراف. اقعد مع نفسك حاسب نفسك، واقعد مع ربنا عشان تعتذر، وبعدين روح لابونا. واتفقنا ارجوك ما تتوهش الدنيا، اكتب بتحديد، ولو انت ذاكرتك كويسة خليك محدد، لكن بلاش التوهان ده. انا اتعصبت على ماما فاحكي قصة، اتعصبت على مراتي فاحكي قصة، وتعصبت وتبتدي الناس تخبط بره عشان الدنيا بقت فات ساعة الا ربع، والناس طب ما انا اتعصبت، واديني ارشاد يا ابونا الخطية دي بقى لها فترة زيادة عن هنستفيد، كلنا هنستفيد. وبرضو ارجوك انتظم، وارجوك لما تاخد الارشاد قول اللي ليك وقول اللي ايه اللي عليك. كلنا ما أكثر احتياجنا للتوبة والاعتراف. طبعا سؤال أخير بيتسألنا ساعات، طب يعني اللي هيروح يعترف لربنا ربنا مش هيقبل؟ الحقيقة أنا مش وظيفتي أقول كده، ومش دوري أقول كده. يعني الناس دي توبتها مرفوضة، أنا معرفش وضعهم إيه عند ربنا، لكن كل أعرفه إن الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة قال في سر اسمه سر الإيه، واللي مش عايز يمارس يتحمل النتيجة. أنا مش بهدد، أنا بقول الحقيقة. أصل أنت هتزنقني في مشكلتك ليه؟ أنت قررت لا، صح؟ تحر، بس الحقيقة كتاب المقدس قال، والحقيقة الكنيسة والأباء القديسين من القرون الأولى مارست هذا السر. وعندنا في الأديورة أباء في القرن الثاني الميلادي والثالث الميلادي والرابع الميلادي معروف هم مين وتابوا إزاي ومين أباء اعترفوا، عشان ما تجيش تقولي الكلام ده أصله حديث. لا مش حديث يا حبيبي، ده متمارس من الكنيسه الاولى. ها، وبالتالي دي نقطه مهمه. انا بقى مش متعود سنه بسنه واحده بواحده، ما جراش حاجه، كلنا محتاجين. وزي ما قلت لحضراتكم ده مش ميزه لابونا او الاب البطرك او الاب الاسقف، ابونا بيروح يعترف وبيقلع العمه قدام اب اعتراف وبيقول ربنا تكلم يا رب فان عبدك ايه سامع. فالسر ده للجميع. حضرتك بقى شايف نفسك كويس وشايف روح ربنا بيحركك وشايفك اعلى من انك تاخد ارشاد، انت حر، بس ما تحطليش بقى في مشكلتك. ما تقوليش يعني ربنا هيعمل معايا ايه، انا ما اعرفش، صدقني ما اعرفش، بس في مشكله، في حاجه مش مريح، في قلق، خلي بالك، لان ده اسمه سر التوبه والاعتراف، موجود في الكتاب وموجود في تاريخ الكنيسه. فما نقدرش نقول انه مش مهم، لا مهم، ومن اسرار الكنيسه، وكلنا وانا قبل حضراتكم محتاجين نمارسه بانتظام. ربنا يديني وديكم توبه، ويديني وديكم نصره على الخطيه، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.